مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. شرح اليوم هو عن طريقة إنشاء صور بواسطة الذكاء الاصطناعي. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس لايك للفيديو. مثل ما تعرفون تطبيقات الذكاء الاصطناعي كثيرة، لكن هذا اليوم راح أتكلم عن تطبيق كروك. هذا التطبيق اللي تابع إلى منصة إكس، وراح تقدر تنشئ أي صورة أنت تحتاجها عن طريق فقط كتابة معلومات عن الصورة، وراح ينتج لك الصورة بسرعة. طبعا تطبيق كروك من التطبيقات الممتازة جدا، لكن من ممكن تستعمله إلا فقط عن طريق الاشتراك. راح أترك لكم طريقة الاشتراك في تطبيق إكس أو منصة إكس بالفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف. الآن راح ندخل من داخل التطبيق وأشرح الكروك وأشرح لكم عليه. راح أدخل على منصة إكس، وهنا راح يظهر عندك الملف التعريفي. تدخل على بريميوم، راح يظهر عندك شارة التوثيق خاصة قادمة إليك، وهنا كروك. طبعا هنا قطار مستقبلي، هذه الصور اللي تخيلي من عنده انت. حتى تنشئ اي صورة راح اكتب له هنا صورة عن الموصل عام 1940 واعملها ارسال، راح يبدي ينتج صورة. طبعا هذه هي التخيلي. نقدر نستعمل اثنين كروك عندنا، هذا التجريبي، واذا كبست بالاعلى وراح يجي عندنا هذا الثاني، وهذا الثاني ايضا صورة عن الموصل او اي مدينة انت، عن مدينة الموصل 1920 21. راح نرجع الى وراء، وهكذا تقدر تختار أي مدينة أنت تريدها، وهذه راح ينتج لك إياها بواسطة الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه صورة تخيلية، وأتمنى أن تستفادوا من هذه المزايا لتطبيق كروك. تطبيق كروك مو فقط عن الصور، لكن هاي واحدة من المزايا مالته، وحبيت أشرح لكم إياها. أتمنى فديتكم بهذه المعلومات. طلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلام. الفيديو فقط حبيت أشير إلى أنه أي صورة ممكن تحفظها، فقط تكبس على حفظ. والشيء الثاني، لو رجعنا إلى الوراء راح نلاقي هنا عندنا بالأعلى كبسنا هذا النموذج كروك 2، نموذج سريع وقوي، والتجريبي 2، أكثر النماذج ذكاء لدينا، فتقدر تخليها على أول واحد أو ثاني واحد، ما يفرق أي شيء. نفس الشيء أنا بالنسبة لي جربتهم. تحياتي لكم، مع السلامة.